أهلا بكم. أكد القطاع التجاري عدم قدرة القطاع على تحمل المزيد من الإغلاقات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا. غرفة تجارة الأردن طالبت في بيان وجهته لرئيس الوزراء بشر الخصاونة بإعادة النظر بساعات الحظر لما له من تداعيات مالية ونفسية على القطاع التجاري والخدمي، وأكدت أن المرحلة الحالية التي أصبح فيها شح السيولة الهاجس الأكبر رغم القرارات الداعمة التي أصدرها البنك المركزي يتطلب إعادة النظر بسلسلة الضرائب وآليات تحصيلها، إضافة إلى آلية التخمين التي تعتمدها دائرة الجمارك لقيمة السلع. القطاع التجاري حذر من كارثة اقتصادية جراء تداعيات الجائحة والتصريحات الحكومية التي تلمح بفرض حظر شامل إذا لم يتراجع المنحنى الوبائي خلال أسبوع، وهو ما أربك القطاع التجاري والخدمي وسلسلة التزويد. غرفة تجارة الأردن وجهت بيان للحكومة وضعت فيه مطالبها لإنقاذ القطاع وأبرزها إعادة النظر بالحظر. للحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكبريتي. أهلا بك سيدي. الله يمسيكم بالخير. اليوم حذرتم من تداعيات الحظر على القطاع التجاري والخدمي، كيف أثر الحظر على سلسلة التزويد للقطاع التجاري وما هو حجم الطلب على الأسواق حاليا؟ سيدي الكريم، يعني قبل أن نتحدث على حجم الأضرار نتحدث على الأمن الغذائي الذي هو أهم. اليوم نحن قادمين على شهر الفضيل، شهر رمضان، ولكن عدم الوضوح بالسياسة الحكومية وعدم وجود خارطة طريق نعتمد عليها في المستقبل الاقتصادي. قبل أيام معدودة صدر من وزير الإعلام بيان لا يوجد حظر في القريب، حظر شامل. بعدها بيوم أو يومين نسمع آراء متضاربة. سيدي الكريم، القطاع الاقتصادي لا يعتمد على الفزع، القطاع الاقتصادي وخاصة الموردين إلى الأسواق يعتمدوا على سياسة. إذا كان هنالك حظر فتتغير السياسة، تتغير الكميات التي يستوردها، تتغير نوعية البضاعة التي نستوردها. نعم. رمضان قادم سيدي، رمضان نعم. له متطلبات معينة. عدم الوضوح معناته عدم الاستيراد أو تخوف من الاستيراد. نعم. فبالتالي أعمالك تعمل زعزعة أنت بالسوق. صحيح. فهذا هذا أولا، يعني هذا ما يقلقنا أولا. نحن نعي أنه صحة المواطن قضية مهمة جدا، ولكن كمان الأمن الغذائي لكل مواطن هو قضية مهمة جدا. وإذا كان هنالك لوم وعقاب لمن تسبب في موت شهداء الوطن، فنحن كمان ممكن معرضين بكرة إلى أن نتسبب في 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 في, في شحة مواد غذائية ونعاقب ونحاسب. فبالتالي علينا نحذر أنه يجب أن تكون في هنالك سياسة واضحة، سياسة مدروسة. نكون جزء منها لكي نستطيع أن نلبي حاجة الوطن كما كنا نلبي في كل السنوات الماضية. تمام. أما بما يتعلق بالضرر يا سيدي، الضرر يعني يمكن البنك المركزي هو يعني أكثر وأدق الجهات الرسمية التي تعطيك الأرقام. تمام. بطريقة رسمية، لكن طيب. هنالك ضرر واضح وبعديد من القطاعات. سيد نائل، يعني طالبتم بإعادة النظر في الحظر، هل المقصود بمفهومه بشكل كامل يعني كفكرة هو مرفوض، أم أن الآلية مثل أوروبا مثلا؟ سيد الكريم، إحنا ليس مع أو ضد، إحنا لا نقول إنه هذا صح ولا نقول، إحنا ليس العلماء في القضية الصحية. هنالك من يتولى الملف الصحي، ولكن الملف الصحي يجب أن يتوازن مع الملف الاقتصادي، وبالتالي يجب علينا التعامل بهالملفين في طاولة واحدة. يعني الحظر ممكن الطريقة الأسلم إن نطلع من 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 الحالة الصحية، ولكن في 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 خبراتنا السابقة وتجربة الأردن السابقة الحظر ما أدى إلى شيء، لم يغير المعادلة. يعني واجهنا الحظر ودفعنا الثمن الحظر ودفعنا اقتصاد، وكان هنالك تباطؤ في النمو الاقتصادي عام 2020، ولكن ما هي النتيجة؟ النتيجة الأرقام التي يعني اليوم مخيفة مش بس بالتزايد. فبالتالي إذا كان الحظر بده يحدد وحجم المرض إحنا معه، ولكن إنه بس إحنا بدنا نعمل حظر بس لإجراء ثم يكون الثمن على الاقتصاد. نعم. يعني ليس هذا الأسلوب. نعم. يعني نتمنى، وليس فقط قضية الحظر، يعني كتابنا لدولة الرئيس واضح. يعني بخصوص الكتاب سيدي، بخصوص يعني اليوم وضعتم في بيانكم حلولا على الطاولة، على طاولة الحكومة، وهي حلول ليست بجديدة منذ بدء الجائحة. ما هو الجديد منها؟ وهل هناك تجاوب كان من الحكومة؟ يا سيدي ليس
ليست جديد، ولكن على الحكومة أن تعي أن القطاع الخاص بحاجة إلى 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 بترول مشان يستمر. هذا البترول هو سيولة، هي ليست سيولة بيد التاجر، هي سيولة بيد المواطن. فبالتالي عدم وجود قوة شرائية تضعف السوق أكثر من هو ضعيف، عدم وجود ساعات عمل كافية تضعف السوق، عدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرار المناسب بما يتعلق بقضية الضرائب. لماذا الحكومة عمالها تتجنب موضوع الضرائب؟ هل تعتقد أن الحكومة يعني بموازنتها التقديرية أنه بعام 2020 هتحصل هذه الضرائب؟ إذا ما في شغل كيف بدها تحصل؟ لكن إذا غيرت سياسة الضريبية وغيرت مفهوم الضريبة وغيرت الطريقة الأسلوب غير حضاري بتحصيل الضريبة، فبالتالي ممكن تصل إلى الأرقام التي موضوعة ضمن الواردات الدولية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لماذا الدولة موظفين الدولة عم تتعامل مع القطاع الخاص بهذه الطريقة؟ ليش؟ يعني شو ذنبنا احنا عندما اليوم احنا عمالنا بنواجه كل هذه الظروف وعمالنا بنقدم وقدمنا وراح نقدم. بيجي موظفين من هذه الوزارة وهذه الوزارة بخشوا على المحلات، وين كرت العمل، وين مش عارف شو السعر على الرف، ونازلين مخالفات اليمين ومخالفات الشمال. يعني بطل القطاع الخاص قادر يتعامل. يا سيدي الكريم، يجب نعم سيدي نعم سيدي انه القطاع الخاص قطاع جزء مهم، هو 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 المركب واضح اللي حابب الاقتصاد واضح بشكل كامل. رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكبريتي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وضعت جمعية وكلاء السياحة والسفر مطالبها أمام الحكومة قبيل البدء باتخاذ إجراءات تصل إلى الإغلاقات وتسريح العمالة في نهاية شهر آذار الحالي. جمعية وكلاء السياحة والسفر قالت في مؤتمر صحفي إن الشركات ستلجأ إلى الإغلاق العام وتسريح جميع العاملين ووضعهم بعهدة ومسؤولية الحكومة لإيجاد الحلول لهم وتصويب أوضاعهم المدمرة والمتعثرة. وطالبت الجمعية الحكومة بتقديم الدعم المباشر لتحقيق السيولة المالية لاستدامة صمود شركات السياحة والسفر والتزام بسرعة تنفيذ صندوق المخاطر والذي أعلنت عن إنشائه في بداية شهر كانون الأول الماضي بقيمة 20 مليون دينار وتسهيل حصولها على قروض ميسرة وبدون أي فوائد. مطالبنا محددة، استدامة في الشق المالي، تقديم منح مالية مباشرة واستدامة هذه الشركات لصمودها وللمحافظة على العمالة فيها والمحافظة عليها، وتفعيل صندوق المخاطر مباشرة وليس مستقبلا. أيضا نحن نريد أن يغير تصنيف القطاع من خلال وزير العمل ووزير الصناعة والتجارة، لأن احنا لسنا قطاع أشد تضررا، نحن قطاع متعطل تام. أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن شراكة مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وهيئة الاستثمار الأردنية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الأردن. ويقوم الشركاء بعدة مشروع يروج للاستثمار بهدف جذب الاستثمارات من المغتربين الأردنيين في الخليج والمملكة المتحدة وأسواق دولية أخرى، ودعم الأردن بتواجده في الفعاليات الدولية الرئيسية مثل معرض دبي إكسبو 2021-2022. وقال البنك في بيان صحفي إن معدل النمو في الأردن لا يواكب حاليا احتياجات السكان الذين تتزايد أعدادهم بسرعة، وزاد من صعوبة هذا التحدي الجائحة. لذلك جاءت المبادرة لتعزيز النمو غير عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة. واصلت أسعار الذهب والليرة في السوق المحلية استقرارها اليوم الثالث على التوالي، حيث ما زال المعدن الأصفر يتداول عند 1700 دولار للأونصة بفعل زيادة الإقبال على السندات الأمريكية التي تدر دخلا أكبر في هذه المرحلة للمستثمرين. وتاليا أسعار البيع المحلية للمعدن الأصفر لهذا اليوم. تراجع الدولار الأمريكي بالسوق العالمية اليوم مقابل سلة من العملات العالمية على وشك تكبد أول خسارة في غضون 3 أيام الأخيرة بفعل تحسن شهية المخاطرة للمستثمرين بعد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. وتاليا أسعار العملات أمام الدينار الأردني بحسب شركة CFI وجمعية الصرافين الأردنيين.